مباشرة من جرجيس بالتليفون معايا أنا سمية بوفالغة. سمية ألو، مرحبا بك سمية. سمية أنت من جرجيس، شهد عيان على عديد الأحداث. شنو أحوال جرجيس اليوم يا سمية؟ والله بالنسبة لجرجيس معناتها شباب الكل هجروا معناتها على طريق معناتها الحرقة هذه، ولات معناتها تسمع في كل قهوة الناس كل تحكي لك معناتها كان على الهجرة غير شرعية، شباب الكل ضاع مشي معناتها أنت، ونطلب من المسؤولين اللي يكونوا معناتها بالنسبة معناتها الوزير المؤقت ينجم يتفاهم مع السلطات في إيطاليا يعمل لهم حل غادي، لأن شباب غادي اللي مشي صحيح ما عادش ينجم يرجع. ما عادش ينجم يرجعوا لأن يكسروا له الأمال نتاعه. هو علاش خرج من هنا؟ علاش حرق منه؟ علاش غامر بحياته؟ علاش ما فماش أم ما بعدش ذهبها على خاطر ولدها؟ ما فماش أم تنجم تغامر بولدها عمره 17-16 عام إلا باش على خاطر باش يلقى خدمة، على خاطر باش يلقى حاجة، لأنهم الشباب هذم ضاعوا. فهمتني؟ كي وصلوا توا لإيطاليا لازم يعملوا لهم حل غادي السلطات، سواء كانت السلطات الإيطالية وإلا بعض من المسؤولين في تونس موجودين في القنصليات التونسية في إيطاليا، ينجموا يعملوا لهم حلول، ينجموا يعملوا لهم حلول، ينجموا ياخذوهم كابرونتيساج ويعدوهم سواء كانت لفرنسا ولا يسيبوهم وين يمشوا. إذا كان باش يرجعوني باش تولي المشكلة كبيرة برشا. يا سمية في جميع يا سمية سمية من جرجيس، في كل الحالات ما نجموش نشجعوا على الحرقة وما نجموش نشجعوا على نشجعوا فيهم، لكن توا أولادنا لازم نعملوا لهم حل. احنا ما نشجعوهمش، ما نشجعوا فيهم، ما لازم نعملوا لهم حل. والا اذا كان نجموا نكملوا هني معناتها الشباب اللي مازال يفكر باش يحرق ما عادش نخلوه باش يحرق، لازم نعملوا له حل. يا سمية الناس يا سمية سمية تسمع فيا؟ سمية تسمع فيا؟ الناس اللي قاعدين ينظموا في عملية الحرقة توا في جرجيس شكونهم؟ معروفين؟ والله بالنسبة لي يعني ما نعرفهمش كشخص، معناتها ما نعرفهمش بيان، ما نجموا معناتها ينجم تسأل الناس المقصد اللي حرق مباشرة كيما توا اللي يوروهم في الريبورتاج، ينجم هو يعطيك معناتها الأوصاف والأسامي كاملة. من شباب معناتها كيما هيك أشوفه هو اللي صنع الثورة، علاش هو خارج منها؟ علاش خلى الثورة أن يمشي خارج؟ واضح، بارك الله فيك سمية بوفالغة من جرجيس في كلمتين جمال. شهر التالي لهنا في البلاتو هذا الكلام كان مفعوم بالامل، واحنا نقولوا ما عادش باش يحرقوا اولادنا. اليوم فما ناس قاعده في جرجيس وفي غير جرجيس بالبالانسيات تخرج في الاولاد، فما ناس عملت بالمليار و200 وبالزوز مليارديات في شهر من زمان، يركب العباد ويطلعهم ويهزهم ويستغل هكا الانرجي هذيك وهكا، فهمتني؟ وياخو عليهم شنو هذا؟ المعروف كونه معناتها التجارة بالبشر مش باش توقف، لا باش توقفها الثورة ولا باش توقفها الحلم التونسي، كانت موجودة قبل وباش توجد، مازالت باش توجد. معناتها ثم اللي سماها معناتها الموجودين تو اللي قلت معناتها وصلوا معناتها جمعوا مليار وزوز مليارات، ما هذوما سماهم. السؤال يا جمال، سماهم تجار الثورة. اليوم الأولاد هاربين من شنو؟ هاربين من شنو ولوين؟ ما أمنوش بالحلم، ما أمنوش، لأنه الكل معناتها المفروض الثورة هذية تفتح معناتها آفاق كبيرة قدام الناس ويحلموا وينظروا بالكبير وكل، لكن للأسف إذا كان نحسبوها بالأرقام نقول فما 0.1% من التوانسة، إذا كان 1000 واحد حاول باش يحرق اليوم معناتها الرقم هذا باش يمشي ويكبر. للأسف الشديد الحلم ما همش قاعدين يشوفوا فيه توا، معناتها يراو كان في الـ في الـ في الـ في, الـ في النتائج السلبية معناتها الثورة وكأنها معناتها وخرت بينا التالي، بينما معناتها يلزم شوية انتظار، يلزمنا معناتها يكون الحلم موجود. لكن للاسف الشديد ونعاودها كما قلت بكري، الحكومه هذه ما ورتناش شنو هو الحلم، لان ثنيه ماشيين فين ماشيين باش نبقاو نستناو، باش نبقاو نمشيو معاها، باش نبداو ننزلوا على السنتوره كما يقول المثل التونسي ونصبروا معاها، مانيش نشوفوا في حد شيء يا الياس. يلزم الحكومه توضح امورها فين ماشيين، احنا توا احنا فين موجودين وفين باش نمشيو في الست اشهر هذوما. للاسف الشديد مسكر على روحها الحكومه، ما راهو في حد شيء، وبالتالي الشباب هذا يقول لك في الفوضى هذه، استغل الفوضى، شباب يحلم يحب يهاجر لايطاليا لانه بالنسبه له افضل، معناتها فما امل رغم المغامره الكبيره فيها حياه او موت. وفما التجار نتاع الثوره هذه، مش تجار الثوره اللي حرقوا بركه، فما تجار الثوره في 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 اماكن اخرى قاعدين يستغناوا توا، كما في الحروبات فما تجار الحرب، عندنا تجار الثوره في الايامات هذه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ايضا.
اشتون تكلمت على إعانة فورية وتنشوفها شوي آخر. فرنسا زادت تكلمت على إعانة فورية، ودونالد كابيروكا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتونس عقد اليوم ندوة صحفية أكد فيها تمسك البنك بمساندة تونس في هذه المرحلة اللي صحيح أنها حساسة لكن تزخر على حد ما يقول هو بفرص هامة لتونس. وتحدث كابيروكا على المبالغ اللي باش يخصصها البنك لاستعادة النشاط والنمو الاقتصادي في بعض القطاعات ذات الأولوية. كاميرا نسمة كانت موجودة في الكونفرنس دو بريس نفاشو. On n'a jamais pris de position politique ni avant et ni après. هذا كان تصريح رئيس مجموعة البنك الإفريقية للتنمية اللي وضح من خلالها إنه مجموعة الباد ما عندها حتى علاقة بالأنظمة الحاكمة في تونس أو في أي دولة إفريقية أخرى، واللي همها الوحيد هو دعم اقتصاد الدول الإفارقة من خلال المساعدات والقروض المالية اللي تقدمها. وصرح اللي تونس تبقى من أفضل الحرفاء للبنك. دونالد كابيروكا عقد اليوم لقاء صحفي اجتمع فيه بالصحفيين واتطرق للمبلغ اللي باش تقدمه البنك على أساس دعم للاقتصاد التونسي وتحديداً لبعض القطاعات ذات الأولوية في هالظرف الحرج اللي تعيشه البلاد، وأكد اللي تونس تحتاج لكل شركائها ومش الباد أكهو لأنه إمكانياتها الأخيرة وحدها ما تسمحش. اللقاء كان مفتوح، ومدير مجموعة البنك الإفريقية للتنمية أجاب على كل الأسئلة المطروحة بخصوص تدخل البنك قبل وبعد الثورة، كما خص نسمة بهاللقاء اللي صرح فيه بعض التفاصيل. التزامنا يتمثل في التدخل بمبلغ مليار و400 دولار أمريكي في الوقت الحالي. ثلاثة أرباحها مخصصة للبنية التحتية والطرقات والكهرباء والمطارات وغيرها. électricité, aéroport, ainsi de suite. Maintenant, le plafond qu'on a pour la Tunisie chaque année. وتوا سقف المبلغ الممنوح لتونس تراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار. باش تكون مخصصة أكثر للداخل وبالطبيعة التقسيم مرتبط بأولويات الحكومة. Maintenant, à l'intérieur, la partition, l'articulation, cela dépend des priorités du gouvernement. Mais j'ai compris ce matin que. لكن اللي فهمته اليوم الصباح انه الاولويات الملحه في الفتره هذه هي تقليص نسبه البطاله، خصوصا فيما يتعلق ببطاله خريجي الجامعات. وفي الحقيقه 150 الف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات يعتبر عدد كبير، وعمليا هالعدد يمثل نصف نسبه البطاله في تونس. وفهمت زاده اللي بعض الجهات الداخليه لازمها تكون مجهزه ولازمنا نبعثوا مواطن شغل فيها باعتبارها من الاولويات الملحه. النقطة الثالثة لازم مرافقة الحوكمة السليمة لا بون غوفرنونس، لأنه المرحلة الانتقالية وبطبعها معقدة نوعا ما. ولازم ترافق الحكومة مؤسسات هامة ونحن باش نعمل على هذا الموضوع. نحن هنا وهذا موضوع زيارتي لرئيس الحكومة اليوم لتأكيد هاجسنا فيما يخص عملية مرافقة تونس في المرحلة السياسية الانتقالية هذه. تحية للباد. هو شريك كابيروكا، شريك جيد، والقروض نتاعه تونس الافريقية زادة، تونس الافريكان، تونس الافريكان سافي امبورتون. لكن فما اخبار معناتها الياس تخوف شوية، لانه قاعد يفكر توا تقريبا في، لانه مش المقر نتاعه غير دائم، وعمل لنا حركية اقتصادية معناتها بنسبة معناتها باهية برشا، معناتها نتمناه معناتها يتواصل خاصة في الفترة هذه يتواصل بقاؤه في تونس، لانه هو المقر الرئيسي الاصلي نتاعه هو اديس ابابا. لكن فما كلام حاليا كونه معناتها فما امكانيه معناتها يراجع في البقاء نتاعو في تونس. عندكم تقول هاتم كلمتين؟ اي على الاخر معناها قاعدين ديما نشوفوا تونس والاشقاء العرب وتونس والبلدان العربيه وتونس دوله عربيه، ناسين كومبليتمون لتونس دوله افريقيه، خاطر معناها حتى كان ننتميو للدوله معناها الدول العربيه الاخرى من ناحيه الثقافه، من ناحيه اللغه، من ناحيه الديانه، من ناحيه برشا حاجات، ما لازمناش نساو نحن جيوغرافيكمون في الافريق، وراو شعوب افريقيا قرب لنا ياسر زاده، راو سي با باسكو كون با لا ميم كولور كون اي با بروش، راو عندنا برشا افارقه يسكنوا في تونس، و بيرسونيلمون عاشرتهم معناها عباد يعملوا 66 كيف، دي زيتيديون، عباد ديزون لا جوا دو فيفر، قلوبهم محلوله، باهي معناها
بصراحة ظهر لي لازمنا نقربوا أكثر من الأفريك، خاطر ما نساوش زادة اللي الأفريك مش كيما توري فيها لي ميديا إترونجي، الأفريك ماهيش شاندمين مترايوز ثوار قلاقل معناها حروبات إكسيتيرا، راهو فما تطور اقتصادي وثقافي كبير ياسر صاير في الأفريك. الصين جات من بعيد لأفريقيا وإحنا بحدنا. إكزاكتومون. واضح الباد نو ديميناج با اون فيت، الباد يمكن ياسر لا بطبيعه الحال ياسر يمكن تخمام انهم يبدلوا من المقر ولا حاجه، لكن الى حد الان الباد لهنا ايتو ميو. السلطات الفرنسيه بار اوبوزيسيون رصدت مساعدات اجتماعيه عاجله لفئه تونس قيمتها 350 الف اورو حسب الموقع الالكتروني سفاره فرنسا بتونس. 250 الف اورو من المساعدات هذه باش تكون لفائده اهالي المناطق الاقل حظ وخاصه الاطفال والمسنين والمضرين من الاحداث الاخيره والمرضى، لتمويل المشاريع مبرمجة من قبل جمعيات محلية تابعة للمجتمع المدني ومن طرف مصالح اجتماعية وطبية استشفائية تونسية، وذلك بالتشاور مع السفارة الفرنسية. ونذكروا لحتى اليوم تمت الموافقة إلى غاية يوم الاثنين على 14 مشروع تقدمت به جمعيات تونسية قيمتها 200 ألف أورو و100 ألف أورو الأخرين باش يكونوا لمصلحة التعاون والعمل الثقافي. وزارة التجارة والسياحة اليوم انطلقت في حملة إشهارية ترويجية كبيرة كنا حكينا عليها في الروفيو دو بريس للوجهة السياحية التونسية على شبكة الانترنت بعنوان وحبوا تونس للترويج. الحملة هذه واللي جات بعد شهر من الثورة التونسية تهدف لحث السياح على زيارة تونس الحرة والديمقراطية ودفع القطاع السياحي اللي يحتل مكانة متميزة في الاقتصاد التونسي. الهدف المنشود من تصميم شعار ترويجي جديد للسياحة التونسية هو خلق ضجة إعلامية للبلاد عن طريق الانترنت واستعمال المواقع الاجتماعية كما فيسبوك وتويتر. وأكدت وزارة التجارة والسياحة أن الحملة هذه هي فرصة مميزة لأصدقاء تونس والتونسيين المقيمين في الخارج لإبراز تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب التونسي. الحملة باش تكون مرفوقة بتنظيم برشا جولات كبيرة في تونس، إدكتور ديزيدكتور باش نتاع المهنيين الأجانب في قطاع السياحة يتعرفوا على الواقع الجديد لتونس ويساهموا في دفع عمليات البيع لفائدة الوجهة التونسية، كما باش يقع استضافة برشا شخصيات أجنبية ممثلة لأوساط الأعمال والثقافة والسينما لتونس. شنو رأيكم في اي لوف تونيزيا اللوجو جديد؟ سامحني بكل صراحه، معناتها اللي عمل اللوجو جديد ما كسرش راسه برشا. كسرش راسه جمله. صراحه الياس. كان فما شويه عن الخيال، معناتها كان ممكن يكون افضل. نو سولمون الخيال، فما برشا كلام تقال على لا كرياتيفيتي، ذري مزروبه الامور كمان، شنو رايك؟ مش مزروبه، معناها جي لامبرسيون اللي رسم لها كابوسان في قهوه، معناها صور لوجو وعديه للاجونس ومشي على روحه. الفكره نتاع استعمال الانترنت هي لا ياسر، بداوها ديجا بسلوغون نتاع انفست ان ديموكراسي، سيتي اون تري بون ايدي. اي لوف تونيزيا خذت برشا سكسي، في تويتر عملوا لها هاشتاغ، فيسبوك الناس كل تبدل في الفوتو دو بروفيل. يعني العباد يحبوا يعاونوا، مي اعطيهم ماتير مزيانه باش يعاونوا، خاطر تخسر عليا قلب وتحط فيه نجمه سي يعني سي اود اكثر من الكليشي. معناتها عندنا اللي عندنا لي جرافيست لو ادي لي كرياتور عندنا، معناها الرسامين التشكيليين اللي كانوا ينجموا يصنعوا حاجات من احلى ما يكون، قالوا يحلوا لي جون على فيسبوك ويقترحوا. مع هذايا شعطات الحكايه في الاخر، لي جون ما استناوش، راهو لي جون اللي في فيسبوك وفي غيره ما استناوش، معناها لي جون اللي في الانترنت، خاطر ديما نحكي على الانترنت مش على فيسبوك. ما استناوش، فما برشا دي جون عملوا تصاور حلوه ياسر، دي جون كرياتيف يخدموا في دي اجونس دو كوم، دي اجونس دو ويب ماركتينغ، دي اجونس دو بوبليسيتي، يعني عملوا لي لوغو نتاعهم، عملوا تصاور نتاعهم، اون كومباني سبونتاني كالعاده تلانسيت مشات على روحها، فما حاجات حلوه ياسر، يعني اون نو بو يعني نخسروا عليها حاجه سامبل برشا، دوره صغيره على التايم لاين نتاعك، على الاكوي نتاعك في فيسبوك، تعمل اون بتيت سيليكسيون نتاع لي فوتو اللي حاطينهم العباد خادمينهم بلاش وحاطينهم هكاكا اكسبلواتيوهم وكهو وعملوا بهم حاجه تكون معناها ان بو بلو. ان توكا موقفنا واضح، ماناش باش نزيدوا برشا نحكيو فيه، سوليدير مع اللوجو الجديد ومع الخدمه الجديده، لكن في نفس الوقت ما عجبتناش بور لو مومون، واذا راينا نعملوا ما خير. بعد لقائها بمحمد الغنوشي الوزير الاول، صرحت كاترين اشتون نائبه رئيس المفوضيه الاوروبيه والممثله الساميه للاتحاد الاوروبي للسياسه الخارجيه والامن، انها جات باش تاكد دعم الاتحاد الاوروبي ومساندته للشعب التونسي خلال الفتره المقبله. وصرحت انها باسم الدول 27 الاتحاد الاوروبي والمجموعه الدوليه نقدم لكم مساندتنا لمساعدتكم على انجاح المرحله الراهنه. بارك الله فيك. ولاحظت الممثله الساميه للاتحاد الاوروبي للسياسه الخارجيه والسياسه الامنيه ان المسانده هذه باش تتمثل بالخصوص في تطوير الاقتصاد ودعم المجتمع المدني ومساعده الحكومه في هالاتجاه. اشتون كان هاللقاء مع محمد النوري جويني وزير التخطيط والتعاون الدولي، واحمد نجيب الشابي وزير التنميه
التنمية الجهوية والمحلية، كما قابلت زادة ممثلي أحزاب سياسية وعدد من مناضلي حقوق الإنسان ومن نشطاء المجتمع المدني. كاترين أشتون اختتمت زيارتها لتونس اليوم بندوة صحفية في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في تونس. كاميرا نسمة كانت حاضرة، نشوفوا مع بعضنا.